افندم كام الوقود يا دكتور بتاع المحطات؟ لا احنا يعني السنه دي المفروض تبقى لو احنا شغالين على 3 دولار مليون احنا حاليا الوقود محتاجينه حوالي 90 مليار جنيه. طبعا احنا التكلفه بتاعت انتاج الطاقه الكهربائيه دلوقتي الكيلو وات ساعه حوالي على اعتبار برضو 3 دولار مليون وحده حراريه حوالي 104 قرش. احنا اكتر حاجه بنقدر نحصل عليها يعني في المتوسط 83 قرش. الفرق بين الاثنين 37 مليار جنيه. بزياده يعني لو اترفع علينا سعر الغاز الطبيعي لو وصل ل 4 جنيه ونص هيتضاف على هذا الرقم 37 بيتضاف عليه ثاني 40 مليار جنيه. يبقى مقدار العجز ما بين الفلوس اللي بنحصلها على اللي بنصرفها فعلا تصل لحوالي 77 مليار جنيه. انا بس حبيت اسمعكم ده رقم للكهرباء. لو وزير البترول موجود معانا كمان يقول لنا حجم الدعم للوقود حتى بعد ما زودناه. يعني احنا زودنا مره واثنين وثلاثه. حتى بعد ده انا امبارح كنا راجعين من المشوار بتاعنا ده فقلت له قول لي احنا كده هنبقى رايحين فين؟ فبعد ما زاد الوقود بالطريقه ديت رايحين فين؟ ف يعني انا قلت الرقم حوله اجمالي كده اللي قالوا لي 125 مليار جنيه. 100 دعم مش كده؟ تمام يا فندم. انت قلت 124 ونص مظبوط. انا قلت بقول 125 للناس تحفظ. طب وانا هجيبهم منين؟ مش انا مصر هتجيبهم منين؟ الا هو انتوا هتسيبوني لوحدي ولا ايه؟ لا صحيح اوعى تكونوا فاكرين انا عايز اغلي حاجه. لا 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 لا, لا. انما انا